موضوع آخر، موضوع الأموال، حقيقة الأموال وين تسربت، وين راحت، تبخرت؟ أستاذ جلال، قبل أن ندخل لهذا السؤال، أنا بالنسبة لي الرئيس لي كأب، أنا اشتغلت وياه ما مدور شهرة ولا مدور مال ولا مدور أي شيء، أنا انتخيت مثل ما انتخى أي عراقي الرئيس والبلده. وبالنسبة لهذا الكلام وإذا أكشف الحقائق مال الوشاية، أنا إيدي اليمنى إذا تقدر وتخون بأي شخص مو حتى بالرئيس أبترها وأذبها وما أتقبل بأنه الغدر يكون من الصديق. نرجع على موضوع الأموال. الأموال تأمنت مثل ما ذكرت لك الأشخاص كثر من مسؤولين بالدولة إلى حماية وإلى مرافقين مؤمنين بهاي الأموال. يعني حتى من ضمنها المليون اللي جبته للرئيس كان ناقص بالإعلان الأمريكي، ناقص 250، والكل تساءلت وين ال 250 ألف دولار. فأنا سألت قيس وأخوته، قالوا هذا المبلغ الرئيس خلى بجنطة 750 وأكو عليجة مال قماش مثل العلاقة يعلقها بالحائط، خلى بيها 24 دفتر، يعني 240 ألف دولار و10,000 دولار خلاها تحت المخدة. الأمريكان هاي العليجة تحت المخدة ما ذكروهن وذكروا المبلغ اللي جوه بالحقيبة، بس هم أخذوا أخذوها كلها بالكامل، ولكن يعني عندنا على شيء، والشيء اللي موجود بالعليجة هذا ما عندنا عليه. الأموال الكل رادت الخلاص من الرئيس، وأنا مسؤول عن كلامي، كل اللي عندهم أموال، ما عندهم أموال ما كانوا يريدون شيء لأنه ما عندهم أموال، يعني كانوا صادقين مع الرئيس، ولكن اللي عندهم أموال كلهم غدروا بالرئيس، إن كانوا مرافقين أو حماية أو أعضاء أو بالحزب أو إلى آخره، الكل الأموال أخذوها وطلعوا بها. واقع حقيقة. وأين هم الآن؟ موجودين بالدول متوزعين، وإذا أعرف واحد منهم بدبي مطاعم وبنايات، وهو يعني عضو قيادة، ولكن ممكننا نعمل مع الرئيس مشكوك بأمره، وحتى أخذ الأموال العد سلطان وعطاها ياسين رمضان جمعها بحدود 130 مليون وشالها وطلع، وموجود حاليا بدبي. يعني هذا شخص كان الرئيس ذراع معتمد عليه. العقيد محمد وين؟ سوريا. نعم زين، وبقية اللي أخذوا الأموال موجودين وين؟ بالدول، لأنها الدول العربية وغير العربية موجودين ويتمتعون ويمتلكون الكثير. يعني أكو أمور مثلا يقولون فلان، هسه لو تيجي مثلا أي قناة تروح على فلان يقولون سرق، ماكو شيء، أسوي تقرير عليه، أروح عليه أشوف شنو شلون عايش شلون وضعه. هاي لحد الآن ما صارت من قنوات بأنه تتابع الأشخاص وتشوف شلون عايشين ولا آخره. إذا افترضنا أنه الأمريكان أخذوا شقد، أخذوا الأمريكان من المليار ومئتين، شقد أخذوا؟ يعني كل اللي أخذوهن الأمريكان طبعا وزير التجارة سلمهن للأمريكان 35 مليون دولار، اللي هو الدكتور محمد مهدي صالح. نعم سلمهن للأمريكان. والعدنا كانن، العدنا طبعا اللي كانن يمي اللي هن، ايش قد اخذوا الامريكان من يومكم؟ اليوم كلهن اخذوها. ايش قد؟ الا باستثناء، يعني باستثناء شيء بسيط، كلهن اخذوهن اللي هن 12 صندوق، 12 في 4 48 كلهن اخذوهن الا لا مو كلهن العفو صار عند الامريكان تقريبا 40 مليون. يعني ثمانية بقى عند العقيد. إذن الأمريكان أخذوا هاي الأربعين وأخذوا من الدكتور وزير التجارة هذا المبلغ اللي تقول عليه، والبقية كله عند الناس. كله عند الناس. الناس مو العاديين، عند لا الناس لا اللي لا كانوا كلهم مسؤولين ومقربين هو الرئيس. نعم يعني. نعم نعم. هو وزع الأموال هاي بصورة بأنه يقدر واحد يقدر اثنين، إذا يظل واحد يمشي الشغل. ولكن الكل غدرت على اعتبار هي دعم للمقاومة. هي للمقاومة، هي هاي الأموال للمقاومة، لا للرئيس ولا كانت تصرف منها دولار خارج إطار المقاومة. صارت، ولكن ما صرفت على المقاومة، صارت في مقاومة العقارات والمباني. هاي صارت كل من الجيب الشخصي. من ضمن الأسئلة اللي وردتني، جنابك ذكرت في الحلقات السابقة
بأن أعضاء القيادة أو ما نقول أعضاء القيادة نقول المعتقلين قسم منهم يعني أو البعض منهم من المعتقلين أدلوا بمعلومات للأمريكان إلى حد الخيانة. نعم كانوا يساوموهم يعني هو اللي يساومهم مو الأمريكان يساوموهم وإنما يساوموهم الموجودين بالحكومة العراقية يعني خلينا نقول محقق مدعي عام قاضي هذول كلهم يعني هو مو قاضي يعني شرعي ويخاف الله هو جاي مدعي عام جاي حاقد جاي مع أحزاب فيجي يقول له أنت أدلي بفادة ضد الرئيس يعني مكلف أدلي بفادة اعترف على الرئيس احنا راح نخفف عنك نخفف عنك مكان ما تعدم مثلا 10 سنين واحتمال نطلق سراحك فأخذوا منهم أفايد صارت أطلقوا سراح؟ لا ما أطلقوا سراح لا لا ما قلة يعني يعني ما ندر بعد ما أكل 20 سنة أو 15 سنة مين لك هاي المعلومات؟ من المعتقلين نفسهم ومن هيئة الدفاع المشرفة على هيئة الدفاع الرئيس صدام حسين وأكثرهم هم يعني هيئة الدفاع عن الكل عن كل المعتقلين تمام قسم تمام منهم أنا سألت الكثير من المحامين الكل هم مطلعين على فايد المعتقلين لفادات نعم لفادات بأنه الكل معترفة والكل متكلمة كلام يعني غير لائق ولا آخره واعترافات كثيرة زين